بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. يوم عاشوراء هو اليوم الفاصل بين ماذا؟ المئات بل الآلاف من المعادلات في هذا الكون، تغيرت في يوم عاشوراء. كثير كثير من الأمور كانت قبل عاشوراء وفي يوم عاشوراء بشكل، فغيرتها قضية عاشوراء، صارت بعد عاشوراء بشكل آخر. كنماذج سريعة وإحصاؤها غير ممكن. النموذج الأول، هذه الأمور ذكرها مؤلم، ولكن كلامنا عن هذه النماذج. النموذج الأول، الخيول في يوم عاشوراء داست تلك الأجسام الطاهرة، وفي بعض العبارات طحنت ذلك الصدر الطاهر. هذا في يوم عاشوراء. بعد عاشوراء المعادلة تغيرت، لا الخيول ولا الأبقار
ولا الحيوانات ولا أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، استثنوا البشر والجن، هاتان الطائفتان منفلتان في هذا الكون، استثنوا هاتين الطائفتين، لا يوجد بعد عاشوراء مخلوق يهين، لا أقول يهين الإمام الحسين، أقول يهين تلك البقعة التي دفن فيها سيد الشهداء. الأبقار، هذه القضية اشتهرت اشتهارا كبيرا في مصادر العامة وردت ناهيك عن مصادرنا. الأبقار كلما ضربوها لكي تقترب من مرقد الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وتحرث تلك البقعة الطاهرة ما قبلت. كل الحيوانات هكذا، كل الجمادات هكذا، كل المخلوقات. لاحظوا ما حدث في عاشوراء ولاحظوا تغير المعادلة بعد عاشوراء. نموذج ثاني، الحديد، السيوف، الرماح، الخناجر في يوم عاشوراء ماذا صنعت؟ لا أحد أصلا يتحمل أن يسمع ما صنعت السيوف بسيد الشهداء. نحن لا نعرف ماذا صنعت هذه السيوف بذلك الجسم الطاهر. بعض الكلمات الواردة في الروايات الشريفة في البحار، هناك بعض الكلمات الإنسان يحس عندما يقرأ تلك الكلمات يحس كأنه يريد أن يموت، أوشك على الموت الإنسان من قراءة هذه العبارة. السيوف ماذا صنعت في يوم عاشوراء بسيد الشهداء؟ هذا إلى عاشوراء. بعد عاشوراء المعادلة تغيرت. على مر قرون هؤلاء المؤمنون الذين يجرحون أنفسهم مواساة مع سيد الشهداء، يجرحون أنفسهم بالسيوف، بالقامات، بالسكاكين، بالخناجر، بالموس، يجرحون رؤوسهم، يجرحون صدورهم، يجرحون ظهورهم، يجرحون أرجلهم بالأشواك. هل سمعتم شخص واحد في كل هذه الملايين، في كل هذه العشرات الملايين من المؤمنين، شخص واحد منهم مات على أثر تلك الجراحات؟ لا. أسأل سؤالا آخر، هل سمعتم، هل تمكن أعداء هذه الشعائر أن يثبتوا شخصا واحدا تضرر من تلك الجراحات؟ لا. هذا ليس تغيير المعادلة. الحديد حديد، الحديد في الحديد إلى يوم عاشوراء كانت له معادلة معينة مع قضية سيد الشهداء. بعد يوم عاشوراء تغيرت هذه المعادلة. بغير اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لو كان عشر معشار هذا العدد يصنعون مثل هذا الصنيع بعضهم كان يموت. لا أقول بعضهم، عدد كبير منهم كان يموت. ولكن شخص واحد، كل هذا الإعلام المعادي مسلط ويحاول أن يجد ثغرة، يحاول أن يجد شخصا واحدا مات، لا، يحاول أن يجد شخصا واحدا تضرر، ما تمكن. على مدى يوم ويومين؟ لا، على مدى عقود وعقود وقرون وقرون. المعادلة ما تغيرت. نموذج ثالث، في يوم عاشوراء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كم مرة نادى هذا النداء المؤلم، قال هل من ناصر ينصر؟ هل من مغيث يغيثنا؟
من البشر على وجه الكرة الأرضية شخص واحد ما جاره. هذه المعادلة إلى يوم عاشوراء. بعد عاشوراء المعادلة تغيرت. بعيد عاشوراء، بعد أيام من عاشوراء، ارتفعت نداءات التلبية في بقاع وبقاع، يلبون هذا النداء في الكوفة. في الكوفة يعني بعد يومين من عاشوراء وثلاثة أيام، نداءات ارتفعت، وبعد ذلك نداءات ونداءات، وإلى يومنا هذا ملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين من الناس ينادون تلبية لهذا النداء، لبيك يا حسين. كم مليون، كم عشرة ملايين، كم مئة مليون اليوم في هذه السنة، في سنة واحدة ينادون هذا النداء، يلبون نداء الإمام الحسين. المعادلة تغيرت أم لا؟ شخص واحد ما كان آنذاك، اليوم كم مليون، كم عشرة ملايين، كم مئة مليون. نموذج رابع، في يوم عاشوراء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من الناحية الظاهرية كل الكون بيده، إذا أراد أن يتصرف يتمكن أن يتصرف، ولكن يريد أن يتعامل مع القضية تعاملا عاديا لا بقدراته الخاصة به. في يوم عاشوراء ما وجد، عندما أقول ما وجد بالوضع الطبيعي وإلا كان يتمكن، ما وجد قطرة ماء، قطرة ماء، قطرة واحدة حقيقة لا مبالغة، قطرة واحدة ما وجدها يعطيها لرضيعه، قطرة واحدة ما وجد. كلما نادى كلما سعى أرسل أصحابه، أرسل أبا الفضل، هو دخل ما وجد قطرة واحدة، قطرة يعطيها لرضيعه. بعد عاشوراء المعادلة تغيرت. كم مليار طن من الماء يوزع باسم الإمام الحسين، أترك الماء، الأشياء التي تبذل سنويا، لا أقول تعطى، تبذل استرخاصا، الناس يعطونها باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كمية أصلا قابلة للإحصاء؟ لو اجتمعت كل جهات الإحصاء في كل حكومات العالم أرادت أن تحصي ما يبذل لسيد الشهداء تتمكن؟ حاشا، لا تتمكن أن تحصي ما يبذل في سنة واحدة. المعادلة تغيرت أم لا؟ نموذج خامس، في يوم عاشوراء طاغية واحد اسمه يزيد بن معاوية، عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، طاغية واحد جمع بعض قدراته لا كل قدراته، بهذه القدرات وهي بعض قدراته لطاغية واحدة فقط، تمكن من سيد الشهداء، تمكن من قتل الإمام الحسين، تمكن من قتل أصحاب الإمام الحسين، تمكن من قتل أهل بيت الإمام الحسين، تمكن من شيء اهتز له عرش الله، تمكن من أسر بنات رسول الله. يعني يزيد في يوم عاشوراء ما الذي صنع بالحسين عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه؟ كل ما أراد تمكن أن يفعل، وقد صنع.
يعني نسفهم نسفا. طاغوت واحد ببعض قدراته، ولكن بعد عاشوراء يعني مباشرة بيوم، هذا إلى يوم عاشوراء، بعد عاشوراء، لا قل بعد أول 40 من عاشوراء وأقل من ذلك، لا أقول طاغوت واحد، لو اجتمعت طغاة العالم بأجمعهم، ولا أقول ببعض قدراتهم، لو جمعت كل طغاة العالم كل قدراتها وأرادت أن تنسف، أرادت أن تزيل بعدا واحدا من أبعاد القضية الحسينية لما تمكنت. لو اجتمعت كل طغاة العالم بجميع قدراتها وأرادت أن تنسف شعيرة حسينية واحدة، والله لا يتمكن. شعيرة واحد من الشعائر الحسينية الكثيرة، كم هي الشعائر الحسينية؟ بالعشرات؟ لا، اليوم بالمئات. الشعائر الحسينية اليوم بالمئات. لو اجتمعت كل قدرات العالم أرادت أن تزيل، أن تنسف شعيرة حسينية واحدة، والله العظيم لا تتمكن. أقسم بالله، والقسم بالله له قيمته، ولكن هذا واقع. أين ذلك اليوم وأين اليوم؟ لا أقول اليوم، بعد عاشوراء، بعد عاشوراء. نعم، قد يتمكن طاغوت أن يؤطر شعيرة حسينية بعض الشيء لفترة معينة في بقعة واحدة، وفي نفس اليوم الذي هو يؤطر شعيرة حسينية في بقعة واحدة، في نفس اليوم في أماكن ثانية تنتشر أكثر. عالميا لا يتمكن. هذه زيارة الأربعين، زيارات سيد الشهداء، كم منع الأعداء من زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ كم حاولوا طغاة وطغاة، إمبراطوريات وإمبراطوريات، تمكنوا؟ تمكنوا أن يوقفوا صعود هذه الشعائر؟ لا أقول تمكنوا أن ينسفوا، لا، تمكنوا أن يوقفوا هذا الصعود؟ قبل 50 سنة كم شخصا ذهب إلى زيارة الأربعين؟ قبل 50 سنة عشرات الآلاف كان عددهم، لا يتجاوز عدد هذه الزيارة الكبرى. اليوم ماذا ترى أنت في زيارة الأربعين؟ أي عظمة تراه العيون في زيارة الأربعين؟ ليست فقط عظمة العدد، أصلاً غير قابلة للإحصاء، العظمة في زيارة الأربعين وحدها، ناهيك عن بقية الزيارات، ناهيك عن بقية الشعائر الحسينية. كم حربت، كم سجنوا، كم قتلوا، تمكنوا أن يوقفوا هذه الشعيرة فقط من الصعود، أن لا تنتشر أكثر. مسيرات زيارة الأربعين كم هي اليوم في العالم؟ في كم بلد يخرجون مسيرة لزيارة الأربعين؟ شعائر الإدماء، شعيرة التطبير وأمثالها وأمثالها، هذه الشعائر كم حربت؟ في يوم من الأيام هذه الشعيرة كانت منحصرة إلى في بلاد عديدة معدودة. في العراق بالذات كانت هذه الشعيرة منحصرة في 3 مدن، 4 مدن، 5 مدن، لا أكثر. أهمها كربلاء والنجف والكاظمية المقدسات.
أهمها كربلاء. في كربلاء كم شخص كان يطبر على مدى سنوات وسنوات؟ كان العدد لا يتجاوز 5000 على أكثر التقادير، أقل من 5000 كل المطبرين في كل كربلاء. جاء طاغوت العراق البائد، حارب، منع، سجن. كانوا يأخذون المطبر يرشون على جراحاته الملح والفلفل. الشخص الذي كانت تثبت بحقه هذه التهمة، كانوا يعتبرونها تهمة حتى لو ثبت أنه في داره لا في مكان ثاني طبر، كانوا يأخذونه يعاقبونه، أحيانا يعذبونه، أحيانا يقتلونه. في نفس تلك الأيام التي كانت هذه الشعيرة تحارب داخل العراق، خارج العراق انتشرت هذه الشعيرة أم لا؟ انتشرت أي انتشار. ثم الألطف من ذلك، عندما ولى وذهب في داخل العراق بعد مرور سنوات قلائل من هلاكه، ما الذي يجري اليوم في كربلاء من هذه الشعيرة المقدسة؟ رأيتم حتما الذي حضر تشرف بالحضور إلى كربلاء، رأى بعينيه من قرب، وأنتم رأيتم في هذه المقاطع العجيبة العجيبة. بعد صلاة الفجر مباشرة بعض المواكب للتطبير تخرج بعد صلاة الفجر مباشرة، حتى لا يقرؤون زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء يقرؤونها في الطريق أو في حرم سيد الشهداء لكي يفسحوا المجال لمواكب أخرى. بعد صلاة الفجر، صلاة الصبح مباشرة بعض المواكب تخرج، وإلى قبيل أذان الظهر من كم مسير؟ اذهب وانظر هذا المنظر المهيب العظيم الذي ينظر من فوق، ينظر شيئا مهيبا، فكيف بمن يحضر؟ وبعضكم حضر، رأى بعينيه مئات الآلاف من المؤمنين بأيديهم السيوف، لافتات موحدة مكتوب عليها يا حسين، نداء موحد حيدر. كم هو المنظر رهيب وعظيم، كم المنظر مهيب. بعد ذهاب ذلك الطاغوت بسنوات قلائل، هو ما كان يتصور أنه بعد ذهابه هكذا يكون، كان يتصور؟ كان يتخيل أصلاً؟ أصلاً كان يتخيل أحد أن هذا الطاغوت بهذه السرعة يزول؟ اقرأوا مقالات ومقالات كتبت أنه بعده من يكون من أبنائه، بعد أبنائه من يكون من أحفاده. كان حيا وهذه الشعيرة أحيت داخل كربلاء وفي العشرات من المدن داخل كربلاء والقرى، أناس يقاتلون في الجبهات ضد الإرهابيين في يوم عاشوراء عندهم مواكب تطبير كل مكان. تمكن بكل قدراته، بكل عنفه ووحشيته، ليعرف الطغاة الدكتاتوريون الذين يحاربون الشعائر الحسينية هم مصيرهم، مصيره إلى مزبلة التاريخ. وراية سيد الشهداء، شعائر الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تبقى، لا يتمكنون أن يزيلوها. هذا الكلام ليس كلامي، كلام الصديقة الصغرى السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. من الناس يحارب الشعائر الحسينية؟ أناس عاديون؟ لا، القادة القدرات، أئمة الكفر تعبير السيدة. اسألوا العلماء، الجمع المضاف يفيد العموم، أئمة الكفر يعني جميع أئمة الكفر.
أشياء الضلالة جمع مضاف، يعني كل أشياء الضلالة كلهم عندهم محاولة، لا أكثر من المحاولة، عندهم سعي، لا أكثر من السعي، اجتهاد، يجتهدون هؤلاء مع تأكيدين اللام والنون، وليجتهدن أئمة الكفر، يعني كل أئمة الكفر، وأشياع الضلالة، يعني كل أشياع الضلالة. ما الذي يريدون أن يصنعوا؟ يريدون أن يوقفوا صعود الشعائر الحسينية؟ لا. يريدون أن يضعفوا الشعائر الحسينية؟ لا. يريدون أن ينسفوها نسفا، يمسحوها بالأرض. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه. إرادتهم يبدأون بالتشكيك، إرادتهم محو هذه الشعائر، طمس هذه الشعائر. ما النتيجة؟ هي السيدة قالت هذا في اليوم الثاني بعد عاشوراء، في اليوم الحادي عشر من المحرم، قالت هذه الكلمة السيدة زينب لابن أخيها الإمام زين العابدين عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هكذا يجتهدون بهذه القوة وبكل قدراتهم، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. هذا الإخبار الغيبي للسيدة زينب سلام الله عليها، نراه أم لا؟ كم من المحاولات، فلا يزداد أثره إلا ظهورا، نراه بأعيننا أم لا؟ وأمره إلا علوا، نراه بأعيننا أم لا؟ يوم عاشوراء الله سبحانه وتعالى لحكمة ولحكم يعرفها هو فتح أبواب الفجائع على سيد الشهداء. ما من شيء، لا أقول ما من شخص فقط، ما من شيء أراد أن ينزل شيئا من الفجائع من المصائب على سيد الشهداء إلا الباب مفتوح أمامه إلى يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ماذا حدث في كربلاء؟ لا نعلم. المولى الذي يعلم يقول ولأبكين عليك بدل الدموع دما، أرواح العالمين له الفداء. الإمام أرواح العالمين له الفداء يعلم ما جرى على رسول الله. الذي جرى على رسول الله كان قليل، كان قليلا؟ أبدا. الذي جرى على أمير المؤمنين كان شيئا قليلا؟ أبدا. الذي جرى على الصديق الكبرى، الذي جرى على الإمام المجتبى، الذي جرى على آبائه الطاهرين، كم هو عظيم وكم هي عظيمة. الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه لا يقول أبكي دما عليها على تلك المصائب، ولكن على ما جرى في عاشوراء يقول ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هو يعلم ماذا جرى في يوم عاشوراء. عندما أقول أبواب المصائب فتحت على سيد الشهداء من جميع الجهات، ما من مصيبة إلا ونزلت عليه بأعظم درجاتها وبتلك الدرجة العالية من المعرفة التي كان يمتلكها، التي كانت تجعل المصائب أشد ألما على قلبه. بعض المصائب سمعناها لا نتمكن أن نذكرها إلا في يوم عاشوراء، سمعناها فقط لا نتحمل. إذا خطرت بأذهاننا نحاول أن نبعد أذهاننا عنها حتى لا نتصور تلك المصائب من شدتها. كل أبواب المصائب فتحت على سيد الشهداء. لماذا؟ الله يعلم الحكمة في ذلك، لكي تتبين عظمة سيد الشهداء عند خلائق الله عز وجل، لكي تعرف السماوات، لكي تعرف الأرضون، لكي تعرف الملائكة عظمة صبر الإمام الحسين، تعجبت ملائكة السماء من صبره، هذا جانب. لكي يهتدي الملايين والملايين وعشرات الملايين من الناس إلى الطريق الصحيح ببركة سيد الشهداء، هذا جانب.
لكي يبقى مقام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يرتقي هذا الارتقاء الاستثنائي. السلام عليك يا وتر الله الموتور فريد الله، أصبحت يا حسين فريد الله، لكي يصبح ذلك. هذا جانب، الله يعلم. في يوم عاشوراء فتحت أبواب المصائب على سيد الشهداء واستمرت على أكثر التقادير إلى 40 يوم بعد استشهاده فقط، وأقل من ذلك ومن بعد ذلك، وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذا الباب أغلق، قضية الإمام الحسين لا توجد فيها فجائع، لا توجد فيها مصائب، فيها صعوبات ولكن مصائب ما موجودة إلى يوم القيامة. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء صنع معاجز من العظمة، صنع معاجز من الصبر. إخواني، ما هو تفسير المعجزة؟ المعاجز التي كان يفعلها الأنبياء الأوصياء، ما هو تفسيرها؟ المعجزة هي التي عجز البشر، عامة البشر، البشر العادي عنها، هذه معجزة. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء صنع معاجز عجزت عنها الأنبياء والأوصياء، استثنوا المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام، عجزت عنها الأنبياء والأوصياء. من الأنبياء تمكن أن يصبر مثل صبر الحسين؟ الملائكة رأت صبر أيوب، رأت صبر يعقوب، رأت صبر نوح، رأت صبر موسى، ما تعجبت. الملائكة التي رأت ذلك الصبر في يوم عاشوراء تعجبت، كيف يصبر الحسين عليه الصلاة والسلام في أفجع لحظة بعد نزول كل المصائب على قلبه الشريف؟ يقول سيد الشهداء بعد قتل الرضيع سلام الله عليه على يديه، والرضيع لا زال على يديه، يقول هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. بالله عليكم، تعرفون صبرا مثل هذا الصبر؟ هذه ليست معجزة؟ صنع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام معاجز في يوم عاشوراء من الصبر والتجلد. الله سبحانه وتعالى بعد عاشوراء وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة يصنع آلاف المعاجز لأجل الإمام الحسين. الإمام الحسين صنع هذه المعاجز لأجل اسم الله، لأجل دين الله عز وجل. الله أيضا يصنع آلاف من المعاجز، الله الشكور، آلاف من المعاجز لحرمة اسم الحسين عليه الصلاة والسلام. أحد العلماء كانت له عبارة يقول، هذه عبارات تقريبية وإلا لكي تصل المعلومة إلى الأذهان، وإلا هذه عبارات كنائية تقريبية عبارات، كان يقول من قبل عاشوراء وإلى عاشوراء، ومن عاشوراء إلى حد أول 40 بعد عاشوراء، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام دفع لأجل اسم الله ودين الله فاتورة باهظة الثمن. الذي دفعه سيد الشهداء فاتورة باهظة الثمن، الذي قدمه سيد الشهداء فاتورة باهظة الثمن، ما قدم أشياء عادية، قدم أشياء لا نظير لها في كل الكون. دفع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فاتورة باهظة الثمن لأجل اسم الله، لأجل دين الله، من قبل عاشوراء وإلى عاشوراء، من عاشوراء إلى أول 40 بعد عاشوراء، ومن بعد ذلك. الذي يدفع الفاتورة هو الله سبحانه وتعالى لأجل اسم الحسين عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هذا جانب. يوم عاشوراء هو اليوم الفاصل بين معادلات معينة، نفس تلك المعادلات بعد عاشوراء تغيرت، مئات لا آلاف من المعادلات، لا أكثر من
عاشوراء هو الفاصل في تغيير المعادلات، هو اليوم الذي غير المعادلات. هذا جانب. الجانب الآخر، قضية عاشوراء ليس فقط يوم عاشوراء، قضية عاشوراء هي الفاصل أيضا. اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو الفاصل بين الدنو والصعود، بين الصعود والدنو. كم من الناس من الأسفل صعدوا إلى القمة ببركة اسم الإمام الحسين، ببركة ارتباط اللحظات باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كم من الناس. الخلعي من هو؟ كمثال، والأمثلة بالآلاف بالملايين. الخلعي من كان؟ الخلعي شخص نذره أبواه أن يكبر ويكون ممن يقتل زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نشأ على هذه النية، وبالفعل أرسلوه لكي يقتل زوار سيد الشهداء. نام، صار على جسمه شيء من الغبار المتطاير من قافلة يذهبون إلى زيارة سيد الشهداء. استيقظ ذلك الناصبي الذي نشأ على النصب ونشأ على الإرهاب، يريد أن يكون قاتلا لزوار سيد الشهداء. ذلك الشخص تغير، أصبح حسينيا، أصبح شاعرا حسينيا، أصبح من أكبر شعراء الطف. هذا الارتباط الضئيل الصغير الصغير، قصته مشهورة في موسوعة الغدير، قصته موجودة، أشعاره مذكورة وفي كتب أخرى، إحدى المصادر في موسوعة الغدير اقرأوا قصته. الخلعي أو الخليعي، يسمى بالخلعي ويسمى بالخليعي، هاي أيضا الخلعي أيضا لقصة، القصة جميلة عنده. أشعاره تقريبا كل أشعاره في رثاء سيد الشهداء في مدح أمير المؤمنين، تقريبا كل أشعاره إلا القليل لعله عنده أشعار ثانية، كل قصائده في أمير المؤمنين، في سيد الشهداء، في أهل البيت لا غير. ارتبط هذا الارتباط الضئيل، من أين وإلى أين؟ أصحاب سيد الشهداء، أصحاب سيد الشهداء. أقول اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو الحد الفاصل. وهب النصراني، زهير الناصبي، الحور، غيرهم آخرون أيضا كانوا. سمعتم قصصهم الحمد لله من الخطباء الكرام. زهير جاء ثواني لعله دقائق على أكثر التقادير، رأى ذلك تلك الطلعة النورانية لسيد الشهداء. الإمام سيد الشهداء قال له كلمات، ذلك الناصبي يصبح علويا حسينيا. الزهير هو الذي قال للإمام سيد الشهداء في يوم عاشوراء، عندما الإمام سيد الشهداء أرخصهم، اذهبوا ابتعدوا عني، لا أحد يقتلكم. الزهير قال هذه الكلمة المشهورة، قال يا ابن رسول الله، والله لوددت أني أقتل ثم أنشر، ثم أقتل ثم أنشر، ثم أقتل وأنشر، ويفعل ذلك بي 100 مرة كي أذب عنك وعمن معك، ليس فقط عنك، أريد أن أدافع عن أصحابك يا أبا عبد الله، هذا يكفيني شرفا، عنك وعمن معك. هكذا أصبح ببركة ثواني دقائق لعله. قضية الإمام الحسين هي الحد الفاصل بين قعر الوادي وقمة العظمة. والعياذ بالله تعالى، أيضا هذا الاسم الشريف هو الحد الفاصل بين قمة القمم وأدنى الدنو. والعياذ بالله تعالى، الحرب مع قضية سيد الشهداء، الحرب ضد الشعائر الحسينية هكذا تصنع، تنزل كما نزل بالفعل بعض الناس، نزلوا انحرفوا قليلا عن سيد الشهداء، انتهوا. كان مقامهم الظاهري في أعلى الجنة، أصبحوا في قعر جهنم بسبب انحراف بسيط صغير عن سيد الشهداء. العياذ بالله تعالى، قضية سيد الشهداء، يوم عاشوراء هو اليوم الفاصل في المعادلات،
قضية عاشوراء هي الحد الفاصل في عظمة البشر. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين، من أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين، هذا الحد الفاصل. لا ذليل والله معزك، يعني ماذا؟ لا ذليل والله معزك، ولا مخذول والله ناصرك. في الزيارة نقرأ: يلزم أن ينتبه المؤمن ويتعرض إيجابا لهذه النقطة التي هي نقطة العظمة، وينتبه ولا يتعرض سلبا لهذه النقطة التي تنزله، التعرض السلبي ينزله إلى أدنى الدنو، إلى أسفل سافلين والعياذ بالله تعالى. نتوسل به بسيد الشهداء نفسه، نطلب من الله سبحانه وتعالى ببركة اسمه الشريف إلهنا بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بمكانة الإمام الحسين عندك، بعظمة الإمام الحسين لديك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا ببركات اسمه الشريف لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. إلهنا بحق الإمام الحسين، باسم الإمام الحسين الشريف، اجعلنا من خدام الحسين، اجعلنا من عبيد الحسين. إلهنا بحقه ارزقنا زيارته في الدنيا قريبا عاجلا، وشفاعته في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين وأنت مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.